أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا قدموا إلى الأمام، بارك الله فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن يهن الله فما له من مكرم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وخالق الناس أجمعين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وأسوتنا محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله عز وجل رحمةً للعالمين، بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جعلني الله وإياكم من الأبرار، وباعد بيننا وبين البدع والضلالات كما باعد بين المشرق والمغرب. أيها الإخوة الكرام، يقول ربنا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جعلني الله وإياكم من الفائزين. أيها الأخوة الكرام، تقدموا إلى الأمام بارك الله فيكم، تزاحموا تراحموا ولينوا في أيدي إخوانكم، واجعلوا ممرا أيها الأخوة الكرام فيه أماكن ورائعة إن شاء الله في وراء المطبخ، تقدموا جزاكم الله خيرا. إخوتي في الله، عودة إلى ذلك الحديث العظيم الذي هو من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي رواه الترمذي والإمام أحمد بسند قوي عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم أن لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مال مثل فلان أو كمال فلان لعملت فيه بعملي، فهو بنيته فأجرهما سواء. ورجل آتاه الله مالا أو رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله خبطا لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعرف لله فيه حقا، فهو بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مال مثل فلان لعملت فيه بعملي، فهو بنيته فوزرهما سواء. الحديث حسن صحيح. أيها الإخوة الكرام، تكلمنا فيما مضى في الثلاثة التي أقسم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عليهن: ما نقص مال من صدقة، بل أن العبد إذا تصدق من ماله أو كلما تصدق من ماله إلا والله سبحانه وتعالى يخلف له ذلك ويبارك له في ماله. وأي عبد ظلم مظلمة أيا كانت هذه المظلمة في أي حال من أحواله فصبر عليها واحتسب الأمر لله عز وجل إلا وأعزه الله تعالى ونصره. وما فتح عبد على نفسه باب مسألة، تذلل للناس، سأل الناس، ابتلي بالسعي والتكفف للناس، فهذا يفتح الله سبحانه وتعالى عليه باب الفقر، يجعل فقره بين عينيه. وإن كان غنيا فهو دائما تجده يسأل ويتذلل للناس حتى يعطوه صدقة أو ينفقون عليه.
فهذا أيها الأخوة الكرام يفتح الله تعالى عليه باب الفقر، حتى ولو كان صاحب مال دائما يخشى على ماله أن ينفد وأن ينقضي وأن يهلك وهو يتكفف ويسعى الناس، فهذا أيضا مذموم، والله سبحانه وتعالى يجعل الفقر في قلبه. وأما الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الجامع لأنواع أصناف الناس وأحوالهم تجاه ما ينعم الله به عليهم في هذه الدنيا، يستهله صلى الله عليه وسلم بكلمات ترغب في السماع لما بعد ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، بل تجعل في القلب اهتماما لمعرفة ماذا سيقول النبي عليه الصلاة والسلام. وأحدثكم حديثا فاحفظوه حتى يصير الإنسان مهيئا ويهيئ نفسه لأن يتلقى ما سيقوله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويعيه، وتجعل السامعين ينتظرون ويتطلعون. قال عليه الصلاة والسلام وأحدثكم حديثا فاحفظوه. ولذا ينبغي أيها الأخوة الكرام على كل داع إلى الخير أن يسلك هذا المسلك وأن يتصرف بهذا الأسلوب الذي يرغم الناس في السماع. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إنما الدنيا لأربعة من الأصناف، أربعة من أصناف الناس، قال أي إنما حال أهلها حال أربعة، اثنان عاملان واثنان تابعان، فالثاني تابع للأول والرابع تابع للثالث. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا رغم أن هذا الحال يشمل الدنيا والآخرة، وذلك قال أهل العلم ليصبر الناس على طلب العلم ويخبرهم أن العلم يجلب كل خير من خير الدنيا والآخرة، وأيضا فإن من طلب الدنيا بالعلم نال الدنيا وحازها. فالعلماء أيها الأخوة الكرام سلاطين، العلماء سلاطين غير أنهم غير متوجين، والعامة تخدع لهم أكثر من خضوعهم للسلطان، لأن العلماء يملكون سلطان الحجة والدليل الذي تخدع له القلوب، بينما السلاطين لا يملكون إلا العصا ولا يملكون إلا اليد والقبض بالحديد، وهذا قد لا يخدع له الناس وقد لا يخدع له البعض. تصرف في ماله بمراد الله عز وجل، بما يريد الله سبحانه وتعالى أن يتصرف به في المال، لأن المال أيها الأخوة الكرام سيسأل عنه العبد يوم القيامة، فالعالم يعلم هذا، فالعالم صاحب المال يعلم هذا بأنه سيسأل عن ماله يوم القيامة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث فيما معناه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فصاحب المال وصاحب العلم يعلم هذا جيدا، فيعد لذلك السؤال جوابا بتصرفه في ماله، ويعلم أيها الأخوة الكرام أن البركة تكون مع الإنفاق في سبيل الله، بركة المال لا تكون إلا إذا أنفق المال في سبيل الله، ثم إذا أنفق بشرطين، الشرط الأول هو أن يعلم العبد فيما ينفق ولماذا ينفق، والشرط الثاني هو أن يخلص العمل لله، لا ينفق رياءً
ولا ينفق سمعة، وإنما يدفع ذلك المال ابتغاء مرضات الله عز وجل، قاصدا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ليس إلا لا بد من هذين الشرطين أيها الأخوة الكرام. وينفق ماله في وجوه الخير كلها، على الفقراء والمساكين، وفي الصدقات الجارية كحفر الآبار وإنشاء المراكز لتعليم العلم الشرعي والقرآن الكريم، وكذلك بناء المساجد وغير ذلك مما ينتفع منه المسلمون، ويطلق عليه صدقة جارية. بعلمه أيها الإخوة الكرام يعلم أن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسييسره الله لليسرى. بعلمه يعلم أن من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسييسره الله تعالى للعسرى، لأن الله عز وجل هو الذي بيده أمره كله. وبعلمه يعلم أنه من أراد بعمله الدار الآخرة أعطاه الله عز وجل الدنيا، وأعطاه الله سبحانه وتعالى أيضا الآخرة. قال الله جل وعلا: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. ماشي نعطيها لي كلها، نؤته منها شيء قليل. تقدموا جزاكم الله خيرا، تزاحموا إخوانكم واقفين عند الباب. تقدموا جزاكم الله خيرا. قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة، آخرة ما بعد الموت، نزيد له في حرثه، يبارك الله له الدنيا ويبارك الله له الآخرة، يزيده في الآخرة. من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. يعطيه من الدنيا شيء، من الدنيا قليل تافه، سرعان ما يزول وينتهي، لكن ليس له في الآخرة. وقال سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة الدنيا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. لا ما يشاء هو الذي يريد، لا لا لا، ما يشاء الله. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، والآخرة ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ها؟ وقال الله: ومن أراد الآخرة، ومن أراد بعمله بماله بإنفاقه بكل ما يعمل في هذه الدنيا، قال الله سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاؤه. والذي يظن أنه يعلم ويعرف أنه يكون إما من صاحب المنزلة الأولى أو من الثانية، إن كان له مال فليكن صاحب العلم ويتصرف في ماله بعلمه، وإن كان ليس له مال فليكن من أصحاب العلم ليتصرف في حياته بنيته حتى يرزقه الله سبحانه وتعالى أفضل المنازل وأعلى المنازل. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك سوء وشر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت،
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لا تدع لنا في مجلسنا هذا وفي مكاننا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا تائبا إلا قبلت توبته، ولا حاجة من حوائجنا هي لك ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه يا ربنا لكل خير، وأعنه وسدده ومكن له يا رب العالمين. ومن أراد بالمسلمين بالإسلام والمسلمين فتنة وكيدا وشرا فاللهم أشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم أرنا في أعدائك وأعداء كتابك وسنة نبيك شرا يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، وسل عليهم سيف انتقامك الذي لا يرد بأسه عن القوم المجرمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا وعلمائنا ومشايخنا ولمن لهم الحق علينا من المسلمين والمسلمات، اغفر لهم وارحمهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، واغسلهم اللهم بالماء والثلج والبرد والحقنا بهم مسلمين لا فاتنين ولا مفتونين لا مبدلين ولا مغيرين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الله اكبر الله اكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض.